أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. القرآن الكريم وهو كتاب الهداية تطرق إلى سنن تاريخية تحكم البشر في حركتها، في كمالها أو في انحدارها. ومن هذه السنن التي أشار إليها القرآن سنة الاستدراج والإملاء، وحديث اليوم حول هذه السنة. والسنة لا تتبدل، يقول تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما هو الاستدراج؟ ما هو الإملاء؟ هل هما شيء واحد أم أنهما شيئان؟ الاستدراج باختصار شديد هو أن الإنسان إذا أذنب يعطى نعمة، لأنه في واقعه لم يجعل هدفه مرضاة الله، فيتمرد على الله فيعطى نعمة وبذلك يستمر في هذا الطريق وينسى الاستغفار ولا يفكر في الإنابة والرجوع إلى الله. هذا استدراج. الإملاء بمعنى التأخير والإمهال، فقد يؤخر الله عاصيا ليتوب، وقد يؤخره لأنه ما زال فيه قابلية أن يصعد أو يتسافل فيعطى الفرصة. فإذا عندنا الاستدراج وعندنا الإملاء، والآيات عديدة في ذلك، لا بأس أن نقرأ بعضها. يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لأن الإنسان إذا شعر بالقوة يطغى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا بلي ببأساء وضراء يشعر بضعفه فيرجع لربه، لكن هناك من لا يرجع، قست قلوب بعض الناس. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن نتيجة عكسية، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. بعد الآن ما جايين يرتدعون، ما جايين يرجعون لله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني جت الرزق، الآن راح الابتلاء وهو مستمر على ذنبه، والله يفتح له أبواب كل شيء، يمتع يعطيه. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، هذا استدراج، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن استدراج، فتح لهم أبواب كل شيء، وصلتهم مراضين يرجعون. الله أعطاهم ما يذكرهم لكنهم أصروا على التمرد، فأعطاهم ما يظنون أنهم لاقوا شيئا حسنا، وهو في الواقع استدراج. آية أخرى: فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني واحد يقول لك أنا بروح ألعب،
معاصي فحشاء، وكل ما راح المال المعاصي الله زيد عليه في الرزق، قال الله راضي يحبني. الله يمدك الآن بما تستمر فيه، لأن أنت في قابلية للانحدار، والله يبتلي ليظهر حقيقتك. فإذا كان حقيقة تحتاج يمدك بمدك، لكن لازم تحذر. في الروايات إذا عصيت الله وإذا تتابعت عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره، هذا إملاء، هذا استدراج، هذا مو لك منزلة عند الله. آية أخرى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يعني كأنه كيد، الواحد يحصل نعم يقول كأن الله راضي عني ويحبني ويعطيني، فطريق الخطأ الله يمبيني أروح فيه، لا هذا كيد من الله لأنك البوصلة خطأ. قال تعالى أيضا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هي البوصلة، البوصلة الواحد وين يريد. الله يعطي، ساعات يجي واحد يقول ليش الله يعطي العصاة، يقول لي يملي لهم، واجبنا الكلام، تقول لي زين ما يعجبك هالكلام جيب لك كلام ثاني، انت لك الجنه، قال ايه ما يصير بعد هني محرومين هناك ما لنا شيء، زين خل الله يعطيهم بعد في الدنيا لا اقل، ما تبي لهم اخره ولا تبي لهم دنيا، شي بس انت الله خلاق، هو ذاك اختار يبي من الله العطاء في الدنيا، انت اخترت الاخره فاصبر. شوف الايه: من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، مو بس إرادة وأمنية، وسعى لها سعيها، مو بس عمل بدون إيمان، وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله إذا بيشكر واحد وش يعطيه، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذن الله يعطي كل واحد اللي يريد الدنيا، يعجلون له هذه العاجلة الفانية، هذه سنة. بعد يقول تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويقول: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. من إسرائيل يصيدون يوم السبت، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعطي اللي يخليه يظهر على حقيقته. فإذا كان الإنسان كلما أعطي من نعم الله استعملها في التمرد على الله والمعصية، إذن الله يمتحن بما يظهر فسقه، يعطيه حتى يظهر على حقيقته. يقول تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. واحد يقول ليش الله يعطي هذا العاصي فلوس أولاد، وأنا ما عندي درية وما عندي كذا. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعذبه في الدنيا، أي شيء يشغل عن الله فهو ألم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة. فهذا اللي يشوفه يقول واحد مستانس عنده فلوس، هاي الفلوس قست قلبه خلته في ألم في كآبة، وانت في راحة، بس ما تدري لو بدل الموضوع لعالمت الصحة من يعرفها، اللي يفقدها اللي يفقدها. بعد انجي إلى بعض الروايات: سماع بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وش معنى هالآية سيدي؟ قال: هو العبد يذنب الذنب فتجد له النعمة، يجي نعمة جديدة معه تلهيه تلك النعمة عن الاستغفار من ذلك الذنب، لأنه متجه للوصلة الدنيا، وهكذا شأنه.
وعن مولانا الصادق عليه السلام: كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه. مخدوع بهالنعمة، بدل ما يفكر في الرجوع الله يزداد على ما هو عليه من تمرد. وكم من مستدرج بستر الله عليه. لا تؤذبني بعقوبتك، لأن ساعات الواحد كل ما الله أرخى الستر راح في المعاصي، راح يزيد ما ينقص بسبب إرخاء الستر. إذا الله وجد فيه خير وتوقف على إصلاحه على فضحه بيفضحه رحمة به، ما عنده طريق ثاني. أنت أغلقت الباب، أنت مو راضي ترجع إلى الله بدون فضيحة، يفضحك. لهذا لا تؤدبني بعقوبتك. المؤمن يتمنى يرجع بغير هالطريق، بدون فضيحة، بدون عقوبة. عن أمير المؤمن: وكم من مفتون بثناء الناس عليه. يعني كل ما مدحوه راوله الإنسان الكامل. عن أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس، ليركم، يراكم، لام الأمر حذفنا الألف، ليركم يعني ليراكم بطريقة ملحونة عندي، هي ليركم الصحيح، ليركم الله من النعمة وجلين. شلون يعني؟ من يشوف الله أنعم عليك خاف. ليش أخاف؟ احتمل انه استدراج، فكر في الموضوع، لأن اللي ما يخاف في النعمة قد يكون مستدرج وهو رايح. فيقول الإمام: أخلى الله يشوفك في النعمة وجل، خايف أنك مستدرج فترجع لالله. أيها الناس، ليركم الله من النعمة وجلين كما يراكم من النقمة فرقين. مثل ما تفزع في النقمة افزع في النعمة، خاف أن يكون استدراج. إنه من وسع عليه في ذات يده فلم ير ذلك استدراجا فقد أمن مخوفا. أمنت من شيء خوف، الاستدراج يخوف، لأن الاستدراج يأخذ الإنسان إلى أسفل سافلين، وإنت ما جاي تتخوف، لازم أحتمل الاستدراج وأخاف. ومن ضيق عليه في ذات يده فلم ير ذلك اختبارا فقد ضيع مأمولا. اصبر، اعتبر اختبار وانجح في الامتحان وأمل في عطاء الله. إذن هذه روايات تؤكد هذا الأمر. عن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيت الله سبحانه يتابع عليك النعم مع المعاصي فهو استدراج لك. فالواحد الآن لابد يعيش هالقلق وهذا التخوف. من أراد أمانة يوم القيامة أمن القيامة عليه أن يخاف في الدنيا، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالخوف يجعل الإنسان ينضبط. بالنسبة إلى الاستدراج والإملاء، تارة يخص الفرد شخص، وتارة المجتمع نفسه الأمة. يقول تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فقد يكون الاستدراج والإملاء لفرد، وقد يكون لأمة. انتهينا من هذه النصوص. هسه واحد يقول: في علامات مثلا ان انا مستدرج ومستدرج، ام بأعرف؟ العلامة الاولى ان الواحد يذنب ولا يستغفر والنعم تأتي، لان الاستغفار طريق الخير، يمددكم باموال وبنين اذا استغفرنا في القرآن. لكن ان يمدني وانا اعصي بدون استغفار، هي علامة استدراج. في الرواية عن مولانا الصادق: إن الله إذا أراد بعبد خيرا فأذنب ذنبا أتبعه بنقمة. الله يريد بخير فما يعطي نعم، يعطي نقمة، أتبعه بنقمة ويذكره الاستغفار، لأن هذا بوصلته إلى الله، يضعف في محطة الله يعينه يذكره يبتليه. وإذا أراد بعبد شرا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى بها، وهو قول الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بالنعم عند المعاصي. يعني يستدرج بالنعمة عند المعصية. إذن العلامة الأولى أني أذنب ولا أستغفر والنعم تأتي، هذه معناها استدراج. العلامة الثانية هي أن ما أشكر النعمة، لأن اللي يشكر ذاكر.
جاء رجل وهو عمر بن يزيد إلى مولانا الصادق، قال له كما في الرواية: إني سألت الله عز وجل أن يرزقني مالا فرزقني، وإني سألت الله أن يرزقني ولدا فرزقني ولدا، وسألته أن يرزقني دارا فرزقني، بس أطلب يجي شيء، وقد خفت. شوف يستشعر الخوف، هي تربية الأئمة. وقد خفت أن يكون ذلك استدراجا، فقال: أما والله مع الحمد فلا. إذا أنت كل ما سألت وأعطيت تذكر الله وتحمده وتثني عليه وتشكره، هذا مو استدراج، لأن المستدرج ما يشكر ولا يستغفر، رايح بعيد عن ذكر الله. فإذا من لا يحمد ويثني على الله في النعمة هذا مستدرج. انجي الآن إلى نموذجين من المستدرجين في القرآن. النموذج الأول قارون: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وجلي قومه ونصحه عن هالتكبر والغرور، قال: إنما أوتيته على علم عندي، ذكائي وشطارتي ناسي الله. ويطلع مستعرض، فخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا. إذن يا حبيبي المشكلة تبدأ من البوصلة، لا الدنيا ولا الآخرة. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. والله بس تتأملون في الآيات تقولون هذا مستحيل يجي من غير الله الكلام، مستحيل. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وإيش كانت النتيجة؟ فخسفنا به، أعطيناه فرصة، أعطيناه من المال ما حد حصل مثله، بدل أن يرجع إلى الله شاكرا أصلا ما يعترف أن من الله، يقول من عندي أنا ذكائي شطارتي. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. لا غالب إلا الله، إن الله بالغ أمره، إذا يريد شيء هو اللي يصير، ما حد يقدر يوقف أمام الله. من ينصر قارون؟ ما حد ينصره. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار، جينا للآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا نموذج. نموذج ثاني فرعون. هذا فرعون قال: مو أنا رزقي من عندي، قال: أنا ربكم الأعلى. كل ما أملى الله له انتفخ أزياد، حتى صار اللي عنده وعد قومه مشكلة لمن آمن بالله، يقول له: احنا صدق، ليش الله يحرمنا ويعطي هذا؟ هذا اللي يتحدى الله يحصل، واحنا اللي نطيع في بلاء. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. شوف النبي إذا دعا يعني أذن له في الدعاء. ساعات واحد يقول كأنه معترض يريد الله يغير، لا، إذا أذن له في تغيير مسار الصراع بين الحق والباطل رفع إيده. إذا قدر الله يبتلى يصبر يصبر. فإذا شفنا كلام الأنبياء مو الظاهر أنه اعتراض، الحسين يقدر رفع إيده في كربلاء وخلاص انتهت القصة. سيدة الزهراء همت بالتدعو يقال، فشفتون حيطان المسجد. فالمسألة هو يرى الأمر بالصبر يصبر، أمر بالدعاء يدعو. فهنا المسألة أصحاب موسى يشوفون فرعون ومن معه شلون الدنيا عندهم، هذه النهاية تصبح بعد الإملاء بعد الاستدراج، إذا بلغ الغاية تنتهي القصة. انجي الآن إلى
ثمرات الإيمان بهذه السنة. احنا نؤمن بها قرآن وآيات وروايات، خلينا نقول وش ثمرات الإيمان بها. أول ثمرة أننا نتعرف على الله في صفاته وأفعاله، فإن الله تبارك وتعالى بحكمته ولطفه يقدر الأمور ولا يغلب، وأنه يعطي الفرص فيملي ويمهل، ويعطي النعم ويعطي ما هو نقمة للتذكير، فمن لا يتذكر بقسوة قلبه هو يتحمل مسؤولية نفسه. فهذه من صفات الله لطفه وحكمته، هذه معرفة بالله. الأمر الثاني تجعل من الإنسان يتولد في قلبه الخوف التربوي النافع. شوف التعبير خوف تربوي، لأن الخوف المعتدل مربي، الزايد ناقص، من يزيد خوفي يأست، من يأست فسد. فلازم الخوف يكون خوفا نافعا متوسطا معتدلا. هذا الخوف عنصر تربوي، إذا أعرف سنة الله واستدراج الله وإمهال الله يخليني أخاف، ما أريد أروح في الاتجاه. هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة السعي لإصلاح الأمة والمجتمع. ترى كما في استدراج لفرد في استدراج لأمة، إذا تركت أمتي تستدرج وما أتحرك هذه يخلي الإنسان عنصر فاعل في أمته يسعى للإصلاح. حسين عليه السلام يقول أريد إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي كما يروى. وبالتالي فهم المؤمن أن لا يستدرج وأن لا تستدرج أمته وجماعته وقومه، فيتحرك لإصلاح نفسه ويتحرك لإصلاح أمته. الأمر الرابع الاطمئنان لنصر الله، لأن الإنسان إذا شاف الأعداء لهم القوة ولهم العدة والعدد، العدة والعدد ولهم مظاهر الانتصار، وشوف النعم تتلى عليهم وهو في ضائقة قد يضعف. أما من يعرف سنة الله يقول بلغ مالهم مال قارون يخسف بهم، بلغ كبرياؤه كبرياء فرعون ما يقضي عليه، بلغ تمرد تمرد من كان يخسف به، أزيد من جيش السفياني كن فيكون يخسف به في البيداء. المسألة بيد الله. فالمؤمن حينما يعرف سنة الله في الاستدراج وسنة الله في الإملاء حينئذ يعيش ثقة بالله ويقول مهما جمع الناس لنا لن نخشاهم، لن نخشى إلا الله. هكذا تربية القرآن. الأمر الخامس أكو معادلة يا أحبة بين الابتلاء وبين الإملاء. شلون؟ ساعات واحد يقول يا شيخ أنا عشت في بلد في ظلم، لمتى الظلم؟ لمتى الله يعطي الظالم وإحنا في عذاب؟ تقول له إلى أن ينتهي. تقول ينتهي شنو؟ ينتهي انحداره وينتهي كمالك. تقول يعني شنو؟ ما دام الظالم فيه قابلية أن يفسق أكثر ويفسد أكثر ويتسافل أكثر الله يملي له، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وما دمت أنت في قابلية كمال تبتلى، فإذا تأخر الفرج فمعنى ذلك خصمك ما زال يتسافل وأنت ما زلت تتكامل. مستعجل؟ ها؟ في مجال تتكامل أزيد مستعجل؟ قال لا خلونا على حطتنا، خله يتسافل وخلنا احنا نتكامل. هذه الحقيقة إذا عرفها الإنسان يصبر، يصبر. هي فلسفة الابتلاء يعرفه يصبر. ما رأيت ولا جميلة صاحبة اليوم؟ ليش؟ لأن تعرف الحقيقة، هذه تعيش الحقيقة. بنقرأ كلامها صلوات الله عليها. الله يقول وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإذا أنت يمحصك وترتقي والكافر يمحق ينتهي، وانت ما تدري انت تستعجل انتهاء ما تريد تتكامل. مثل واحد يقول لي انت نعطيك في نادي الجيم اسبوعين، تقول انزين لو اعطيتوني شهر، شهر بيصير جسمك اقوى، اعطوني شهر بس بنعطيك اوزان ثقيلة، اعطي ثقيلة انا اصير بطل. فالانسان في روحه كل ما طالت المدة وزاد الابتلاء كل ما صار يتكامل اكثر.
يوم اللي الله يعلم ما فيك مجال تتكامل طرش لك ملك الموت انتهت القصة ودوك إلى كمالك اللي تعيش في الآخرة. والذي هو يملى له ويستدرج ما دام الله يعلم في قابلية التسافل يعطونه إلى أن وصل أسفل ما يمكن أن يصل ثم يتقبض روحه. فإذن اللي يعرف هالمعلومة في الصراع بين الحق والباطل يكون متزن. وقور في الهزاهز لو مو وقور صبور. الأمر السادس من فوائد معرفة ذلك أن لا نخدع ولا نغتر إذا شفنا خصمنا عند الدنيا. راح يقول شكل الحق وياهم الغرب، أكو الله عاطلهم كل شيء وإحنا لا. هذه معلومة خطأ. الله عطاهم وسائل قوة لحدارهم، ومعنى أنك ما تروح ورا القوة، لكن هو إذا أعطي شيئا بوصلت للدنيا يأخذ حقه في الدنيا ويرديه ذلك ويمحقه ذلك. لهذا الله يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذا عرفنا ثمرات الاستدراج، صاحبة اليوم أستاذة في الكوفة، تخيل ظروف الموقف أنها وصلت بعد قسوة يوم العاشر بكل مآسي على أهلها وعليها وعلى أطفالها ونسائها، وأخذت بنحو في الأسر بأشد مما يؤخذ سبايا الترك والروم، هذه واضحة. والآن تدخل على شخصية لا تبالي بشيء، مغرورة حدها، وتقول أرأيت. هو يقول أولا الحمد لله الذي فضحكم، الله ويانا، احنا انتصارنا عليكم في كربلاء الله ويانا. الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فأجابته لأنها تقرأ سنة الاستدراج وتعرف معنى الإملاء وتعرف معنى التمحيص والابتلاء، فأجابته بما أخرسه وأخزاه وفضحه وأرداه، الحمد لله الذي أكرمنا بنبي. أي فضيحة تتكلم؟ أكرمنا بنبي. وإذا الله رفع للنبي ذكره ونحن معه، الله رفعنا ما فضحنا. الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. فقال كيف رأيت فعل الله، ما زال يعتقد يظهر أنه الله نصره هو مع الله. كيف رأيت فعل الله بأخيك وأهل بيتك؟ قالت ما رأيت إلا جميلة. الرؤية واضحة عندي، هذا عنده قابل للكمال. إن لك في الجنان لدرجات لا تنالها إلا بالشهادة، راح في طريق الكمال على يدك، أنت اللي بتنحدر وأنت رحت في التسافل. قالت ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل. شهادة، والشهادة هدية من الله ما يعطيها أي واحد. فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم. فانظر لمن الفلج، من الخسران؟ ثكلتك أمك، هبلتك أمك يا ابن مرجان. غضب، لأن دخلت إلى داخل أعماقها، قالت لسانك يكذب، أعماقك تدري أنك تستدرج وانت خسرت وإحنا ربحنا، يدري فغضب. هذا هنا انضاف لأتعاب زينب أتعاب، فما وصلت الشام إلا وقد شهر ببنات الرسالة في كل بلدة. الوضع متعب، دخلت على طاغية أعظم من الأول. الآن هو يتظاهر بأنه الله أكرمه ونصر على الحسين، فهي الآن توظف العقيدة الحقة. فقامت زينب
فقالت: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين، صدق الله سبحانه حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. سمعت يقول ليت أشياخي، هاي كفر لا ولا تستهزئ، هذا الله صدق فيك. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، أنت عندك شأن عند الله، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم قالت فيما قالت: وتهتف بأشياخك، ليت أشياخي، زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت، بكمت يعني صرت ما تتكلم، ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، والنهاية يمحقك الله، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي ألا لعنة الله على الظالمين. هذه مدرسة أهل البيت، محصوا ابتلوا لكن عينهم مفتوحة على نصر الله، وسيأتي نصر الله. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.